السكة الوحيدة للخروج من هنا هو باب الفيلا ده وباب المطبخ اللي ورا. ساعة الحريقة هيفتحوا البابين عشان يخرجوا الصهد والدخان وعشان ينقذونا طبعا. وأكيد كل اللي بره هيخش يطفي، محدش هيفضل واقف بره. ده احتمال، بس في احتمال تاني إن حد يكون بره. صح، بحب دماغك قوي تيكا لما تشتغل. وأنا كمان مبسوط من نفسي. بس الاحتمال الأكيد اللي ما فيهوش فصال إن مش هيبقى فيه حد عند باب المطبخ اللي ورا، لأن كده كده محدش بيقف عنده. فاللي هيفتح الباب ويخش هيخش عشان يطفي مش عشان يقف، والباب ده هو وسيلة الهروب الوحيدة بالنسبة لكم مش بالنسبة لي. ليه مش بالنسبة لك انت؟ عشان انا هخرج من الباب ده. طب ليه؟ هتعرفي كل حاجة في وقتها، انا لسه ما خلصتش كلامي. طب واحتمال ما يخشوش خالص عشان ينقذونا؟ لا طبعا، الاحتمال ده اصلا مش موجود، لازم ينقذوكوا، انتوا بالنسبة لهم حياتكم مهمة قوي. صح يا مفيدة، وغير ان هم ينقذوهم لازم كمان يخشوا يطفوا الحريق، لان الحريقة لو مسكت في المزرعة والمزرعة ولعت الدنيا كلها هتبقى عندهم هنا. بس انت ايه اللي يضمن لك الحريقة مش هتمسك فينا؟ ما انا جايلك في الكلام اهو، لو صبر القاتل على المقتول. يعني ايه القاتل على المقتول؟ لا مش وقت ترجمه دلوقتي حبيبتي، هشرح لك ده بعدين. احنا اصلا ما حدش فينا هيبقى في النار، العيله هتستخبى في دولاب الخزين اللي جنب باب المطبخ، وانت هتبقي واقفه هنا وانا مغمى عليا قدام الباب ده. ازاي يعني؟ اصبر عليا يا زين، ما انا جايلك في الكلام اهو يا حبيبي. احنا هنولع فوق وتحت في نفس الوقت، هنولع في الستاير وفي الملايات وفي الكنب، اي حاجه نقدر نولع فيها هنولع. وقبل ده كله هتكونوا انتوا مستخبيين جوه دولاب الخزين اللي جنب باب المطبخ. انا هولع فوق ومفيده هتولع تحت، واول ما يبتدوا يلاحظوا النار بره مفيده هتيجي هنا تصرخ وتولول وتصوت الحقوني انقذوا الاطفال نايمين فوق، الاطفال بيولعوا، بعد الشر عليكم يعني. بس احنا مش هنكون فوق، احنا هنكون في الدولاب. صح كده، واول ما يخشوا عشان يطفوا مفيده هتيجي تفتح لكم الدولاب وانتوا تكتوا على بره. بس في احتمال ان يكون في حد تحت. صح، بس اللي تحت هنا هيبقى بيطفي مش هيبقى مركز مع اللي بيهرب، وكده كده اللي واقف هنا مش هيبقى شايف دولاب الخزين. طب احنا هنطلع بره خالص ازاي؟ السور هنا عالي جدا مش هتعرفوا تنطوه، بس اللي يعرف يطلع فوق شجره وينط يعملها، اللي هيعرف يكت لوحده يكت ما يستناش حد، اي حد فينا يخرج مصلحه. طب اللي ما بيعرفش ينط يعمل ايه؟ تروحوا على بوابه المزرعه، البوابه دي حديد وتقدروا تطلعوا وتنزلوا منها عادي. طب اساسا وانت ايش عرفك ان هي حديد؟ انت شفتها؟ لمحتها وهما جايبيني على هنا لما قفشوني بره وانا بهرب. بس هو في مشكله، هو محدش فينا عارف البوابه دي فين، من ساعه ما جينا ما خرجناش من هنا. ولا انا اعرف برضه هي فين، بس هي تقريبا جنب المكان اللي كنت محبوس فيه قبل ما اجي لكم هنا، المكان ده في الاتجاه ده. انا فاكر من ساعه ما جيت انقذت خديجه. خديجه انت بتاخدي دواء السكر؟ بس مفيده تدهولي كل يوم. طيب بس انت تفكيرك مش عاجبني قوي. ليه؟ العادي والطبيعي ان احنا نجري وهم يجروا ورانا، لو احنا استخبينا هم يجروا على الفاضي. طبعا عشان احنا نكون مستخبيين، وساعتها بقى نقدر نهرب براحتنا. لا طبعا مش هينفع نستنى لغايه ما يفوقوا لنا، لازم نهرب وهم بيطفوا الحريقه. اكيد تيكا بيقول كده عشان مش عايز يجري، ده عايز يتمشى. لا مفيش تمشيه يا تيكا، مفيده بتتكلم صح. الفرصه دي جات لنا لحد عندنا ومش هتتكرر تاني، لازم نستغلها صح. انا عايزكم تعملوا حسابكم ان احنا داخلين على حرب. بس ما قلتليش برضه يا قط، انت هتبقى فين في الموقع الحربيه دي؟ قبل ما اقول لك انا هبقى فين، انا عايز فلوس، لان انا معيش ولا مليم، ولو هربت مش هعرف اركب لا مؤاخذه. لا انا الفلوس اللي معايا ما اقدرش افرط فيها ابدا، انا بابي موصيني ان اللي يدخل ما يخرجش. ده انت بابي من كده اوفر. طبعا. طب خد انا معايا 300 جنيه، خد انت 200 وانا اخد 100. لا انا هاخد 100 وخلي انت معاكي الباقي. وانتوا كلكم لازم يبقى معاكم فلوس عشان لو حد هرب فيكم تعرفوا تركبوا تاكسي ولا حاجه. وعايز الورقه اللي فيها العناوين والتليفونات. وانت ما قلتلناش انت هتعمل ايه بالظبط؟ انا هروح لمخيون دلوقتي وارجع ساعه الصفر قبل الفجر بساعه. هتروح تعمل ايه عند مخيون؟ هروح اضرب معاه. يا لهوي ليه تاني؟ ليه مش قلت لي انت هتبطل الزفت ده؟ خلاص مضطرين بقى، مفيده تمويه مش اكتر يعني. انا اروح اضرب معاه واعمل نفسي كاني تعبت ومغمى عليا، فهو هيند على سامح يجيبني على هنا، وطبعا سامح اول ما يخش هيرميني قدام الباب زي المره اللي فاتت بالظبط كده، وساعتها اقوم عشان نولعها وارجع انام تاني في مكاني. واكيد اللي هيخش يلاقيني كده هيبقى فاقد الامل ان انا اهرب. والحلفان اللي انت حلفته يا لمعه هتعمل فيه ايه؟ ربنا عالم بحالنا يا مفيده، واكيد هيسامحني، وانا كده كده هصوم 3 ايام، بس انا بطلت يا مفيده ومش راجع له تاني فعلا. بس انا عايز اقول لكم حاجه كنت مخبيها من بدري. ايه بقى؟ انا اكتر حاجتين بخاف منهم هي النار والظلمه. حلاوتك. انا ما ينفعش اكون مستخبي في الدولاب وفي حرقه بره وما اخافش. وانا كمان بخاف ومش هقدر اعمل كده. يعني ايه الكلام ده؟
شت. امال سايبيني هاتي ليه من الصبح وانا قاعد بشرح لكم؟ يعني ايه هاتي؟ كملي.